ترانزيتو، خاصنا ديك نعرف يمكن يصيب اي نوع من البشره، كساسوا لا بو عاديه ولا غراف ولا اون بو كي ميكست. باش تكون ديزيدغاتي خاصنا نقلبوا على الاسباب كي اون كوزي هاد لا ديزيدغاتاسيون، من لا فارياسيون سيزونيير فاش تيجي البرد، واش عندنا اون ان تروبل انتيرن نوتامون اون مالادي انتيرن، ان تروبل ممكن يكون امراض. Exactement, l'utilisation de mauvais produits qui ont causé la déshydratation, notamment les produits qui sont très concentrés en actifs. Si on a une peau sèche, la nature a une peau sèche. Exactement. Donc, on a une peau qui est déshydratée, خاصنا نلقاو الاسباب. لانه الا ما حليناش السبب غيبقى ديما عندنا داك المشكل. دونك تيرجع لي فاكتور اغرافون، منهم يمكن نعاونوا البشره ديالنا. واخا الناس اللي عندهم دكتوره منصوري كيف ما سيهام عندها البشره ديالها الجافه تتقول، الوغ كيفاش خصها تتعامل؟ اكدتي واللي الخبراء جميع تاكدوا ان الترطيب مهم جدا. ترطيب كيفاش يكون بطريقه سليمه؟ واش هو الحل الوحيد للبشره الجافه باش ترجع الصحه ديالها؟ نعم، دونك كيما قلنا خاصنا اون بون هيجين دو في، هذه هي لا باز، هي اول حاجه. ثاني هما نصحوا اوسي العوامل الخارجيه، منهم لو تابا، الكحول، نقصوا منهم، لانه بحال لو تابا يل كونتيان بلوزيور توكسين، اللي منهم لا نيكوتين اللي تنقصوا من الدوره الدمويه عندنا في الجلد اللي تزيد انشفها اونكور بلوس. دونك حنا ديالنا جلوبال خاصنا نصحوا. ثانيا عاد عندنا لي برودوي كوزميتيك، منها المواد المرطبه. اولا نستعملوا لي جيل لي برودوي لافون لي ملائمين مع هذا النوع ديال البشره. ايفيتي باغ اكزومبل لي برودوي لي فيهم لو صابون ولا لي صابون اون بار، لانه اي سون تري استرانجون، اي سون اسيشون، بي اش ديالهم غير ملائم مع البشره ديالنا. خاصه بحال دابا دي برودوي نيتوايون ا بي اش نوتر سون صابون لي تنسمو حنا لي سانديت، ما يكونش فيهم لي un parfum, لأنه le parfum il est très irritant ou là des colorants. Déjà parce que toi déjà la peau c'est une base. Après خاصنا نستعملوا لي كريم هيدراتانت. نختاروا ديك ساعه من كريم على حسب درجات النشوفيه ديال الجلد، واش ان ديفيزون ولا كريم ولا ان بوم ولا بوماد ولا اون هويل ديك ساعه. واخا كنظن بلي كريمه بالحد تقدر تفيدنا اكثر في هذا الموضوع بخصوص لي برودوي، لان الناس تيسولوا بزاف على لي برودوي المناسبين للبشره الجافه. غنحتاجوا رايك كمستشاره ديال صحه في المغرب. الوغ اشنو تنصح الناس اللي عندهم البشره ديالهم جافه؟ الوغ في لي برودوي ديالنا ديال لا مارك سيرافي، يعني البشره اللي كتكون جافه خصنا كما قال الدكتوره تكون عندنا اون بون هيجين بالنسبه للابو ديالنا. يعني خاصنا باش نغسل نغسل بإن كريم لافونت على حسب درجات النشوفية، وعلى حسب كيبقى على حسب نوع البشرة، واش كما قال الطبيبة واش بشرة اللي هي جافة أو لا ديزيدغاتي ناشفة من الماء. إلا كانت بشرة ناشفة يعني دوريجين ناشفة، خصنا نديرو واحد لا كريم لافونت إي كيبقى لو شوا. كاينة إن كريم لافونت موسونت اللي كتديرو اللي كتحيد المكياج وكتغسل بعمق، وكاينه كريم لافونت اللي ما كتموسيش اللي ما كترغويش، كيبقى على حسب الاختيار. واللي غالبا البشره اللي كتكون ناشفه بزاف، اللي عندها امراض جلديه سورتو، اللي عندها لا روزاسي ولا اللي عندها لا توبي، اللي كما قلنا نلخصوها في امراض جلديه، تقدر تستعمل لا كريم لافونت نون موسونت، يعني ما كترغويش، هي بحال واحد الكريم اللي تيغسل وما تينشفش البشره، بالعكس كيحافظ على الحاجز الواقي ديالها. هذا بالنسبه للغسل. عندنا جوج، عندنا كريم لافونت موسونت اي كريم لافونت نون موسونت، كيبقى الاختيار. من بعد كاينه خاصنا باش نرطبوا الوجه ديالنا، باش نحافظوا على داك الماء اللي تيكون عندنا في الخلايا ديالنا، اللي هي لا كريم هيدراتونت فيزاج، نديرها في الصباح ونديرها في العشيه. بالنسبه لعندي هنا لي تيستور ديالي، او نقدر نوري للناس اللي كيتسالوا، عندنا وحده فيها الاس بي اف 25 نقدروا نديروها في الصباح، وعندنا وحده ديال الليل كما نقدروا نديروها في الصباح، غير وحده فيها الحمايه وحده ما فيهاش الحمايه.
بحال بحال نقدروا نستعملوهم في الصباح نقدروا نستعملوهم في الليل، كما انه نقدروا هذيك اللي فيها الاس بي اف من الاحسن نديروها في الصباح باش كتخلي ترطيب من الصباح حتى العشيه، و او ميم طون يعني في نفس الوقت كتحمينا شويه من اشعه الشمس. بيان سور كنديروها واقي الشمس من بعد. اكيد دكتوره منصوري، نتكلموا شويه على الجفاف ديال البشره اللي كيصيبنا في هذه الفصول البارده. كنوليو نلقاو مثلا المناطق في الوجه ديالنا بحال كتحرشه، بحال كتبدا تقشر، لي ليفغ ديالنا تيوليو ناشفين، ممكن بعض المرات تيوصلوا كيخرج لنا دي ليغبيس، بعض المرات حتى هنا في المخرج ديال النيوف ديالنا كيولي ناشف نظرا للبرد وتيبدا يتجرح. كيفاش ممكن في هذا الفصل البارد، خصوصا لان كثير من الاسئله كيقول لك معايا مع هذا البرد بشرتي نشفات ولا تتقشر، كيفاش خصنا نتصرفوا؟ اشنو الروتين اللي تنصحينا نديرو؟ اشنو العنايه اللي خصنا نقوموا بها؟ واش ضروري ملي بانوا عندنا هاد الاعراض نمشي لطبيب مختص؟ داكور دونك ما مدام كريمه الى بيان ديتايي لي سون اي انا جوي سورتو ما على Les zones, les gâteaux, c'est les lèvres et surtout le contour des yeux. Il faut savoir que la peau est à haut niveau et les cinq fois plus fine que la peau du visage. Et il faut savoir aussi que au niveau des lèvres, on a cette route, les glandes sudorales et une jolie. Non, pas sûr. Mais quand les glandes les tiennent, le sébum. Mais si bien le reste de la peau, les tiennent confirmés les glandes, les tiennent jolie. وتينجو لي ليبيد اللي تيديروا واحد لا باريير اللي تتحمي الجلد ديالنا من لي فاكتور اكسترن من لي زيريتون لي بوليون ولي اليرجين، وتتحمي حتى البشره من الداخل باش ما تخرجش منها الماء باش الماء ما يتبخرش. او نيفو دي ليف ما عندناش هاد لا باريير دونك اي سون بلوس ان سوفير بلوس دو لا سيشريس عليها تيوليو رابيدمون بلو جيرسي بليسي اي سا في مال. لي كونساي pour garder une bonne souplesse et hydratation des lèvres, il y a une chose que je vais vous donner une solution. Déjà, les bonnes habitudes qu'il faut garder pour les lèvres, il faut éviter de les humecter de la salive. On a l'impression que ça améliore, mais c'est très, c'est instantané, mais après, ça assèche encore plus les lèvres. Sachez qu'on a une peau un peu de peau morte, il faut éviter de les mordiller et de les tirer. Ça va plus causer un traumatisme. Ça va prendre plus de temps à s'éteindre. Exactement. Les mouvements tirent. Bien sûr, il faut s'hydrater de l'intérieur, une chapeau assez d'eau, et de l'extérieur. Il faut choisir un bon baume à lèvres hydratant et l'utiliser autant de fois que possible. La journée, même si le bchara diana safin sherbet hadak le temps, il faut refaire, ne pas hésiter à le refaire. Et bien sûr, utiliser un protecteur solaire. Là, on a une tendance à utiliser l'écran que sur le visage, alors que non, il faut bien protéger les lèvres aussi. Car j'ai oublié de souligner tout à l'heure, shams, c'est un grand facteur qui t'aide dans la sécheresse de la peau. Nous ne tirons pas de shams, ça crée une inflammation. Il y a le vieillissement prématuré de la peau. Donc, le visage et bien sûr, les zones qu'on a tendance à négliger. احنا دابا في جائحة كوفيد للأسف مازال مكملة معانا، مازال ما بغاتش تريحنا وتمشي. على كنستعملوا الكمامات، فاش كنستعملوا الكمامة النفس ديالنا تنفسوا بلي تيرجع لينا، واش هذا ممكن يكون سبب أن البشرة ديالنا تولي تعاني من الجفاف؟ يمكن تعاني من الجفاف، يمكن يبان لنا نوع ديال حب شباب في هاد لازون اي بسبب الكمامة. كيما قلتي اون با لو شوا مالوغوزمون، اوني انكور اون بانديمي. لينصحوا انه ديجا يوتيليزي لي كريم هيدراتونت لي ملائمه لنوعيه البشره ديالنا. نحاولوا الكمامه او بو دو 2 4 اور نبدلوها ا شاك فوا باش داك بحال ان انسوم دو باكتيري مع نفس الماء. اون لي جون لي عندهم اون بو سونسيبل ولا سوجيت على لاكني ولا اون سيشريس كي اسي اكرو
préférer donc les bavettes en coton, 100% coton, parce qu'elles sont plus adaptées à notre peau. Mais chez les crèmes en papier, ils ont tendance à irriter en plus. D'accord. Docteur, عندي سؤال. واش وليدات صغار مختلف الفئات العمرية ديالهم ممكن أنه يكون عندهم مشكل جفاف البشرة؟ Bien sûr. كما كان نوع كما كان سن ديالنا من الرضيع حتى الرجل الكبير من نوعية البشرة ديالنا كما كان لون ديال البشرة ديالنا كل شيء يمكن يتعرض لجفاف ديال الجلد. وبالعكس خاص الامهات حنا داكشي تنحاولوا دو سنسيبيزي لي مامون باش يكون عندهم لي بونز ابيتود من الاول خصوصا اللي عندهم سكون دي ان تيرا اتوبيك اللي عندهم حساسيه وراثيه في العائله الوليدات اي سون بلوس بريديسبوزي معرضين انه يديفلوبي واحد لي زاليرجي دو لا بو دونك حنا يتفاداو هاد لي بوسي كلكو سوا زعما لو بيبي عنده ان تيرا اتوبيك او با خاصنا عادات لي مامون يكون عندهم من الاول اولا اختاروا لي برودوي ادكوا لي نوفيسون يكونوا ديجا ان جيل ولا اوي ادابتي اون كريم هيدراتونت ادابتي اي بحال دابا فاش يكونوا تيغسلوا اون ايسي دو نو با ديباسي 10 à 20 minutes في لو بان ديال لي زونفون ainsi que les adultes لانه فاش تنطولوا في الغسيل فاش تنستعملوا الماء سخون الماء سخون تا اكسونتيو ديك ليفابوراسيون ديال لو انتيريور تتولي عندنا واحد لا بيرت انسنسيبل دو كي اكرو دونك نقصوا من الطول ديال لي بان نحاولوا يكون 15 20 مينوت ماكسيموم الماء ديال اي كاينه واحد لاستوس على طول دو بان 5 مينوت ماكسيموم نخليو لا بو ديالنا شويه هوميد ماشي مشكل ناخذ نوتر كريم هيدراتون اي اون لابليك سور لا بو هوميد سا فا ليسي لا بو انكور بلوز هيدراتي اي بيان سور عند لي زونفون كي سون اتوبيك كاين دوتر دوتر كونساي كون دو بروندر ان كونسيديراسيون نوتامون يلبسو حويجات ما يكونوش سخان عاود بزاف يكونوا امبل en coton, leur couper les ongles comme ça si on a un petit grattage mais couche un peu mais de l'autre mochkil mon bête parce qu'il qu'on a une alchette entre le voir le cercle vicieux la peau elle est sèche et parmi les signes de la sécheresse de la peau l'alchette on crée une inflammation la barrière elle est irritée ça va s'assécher encore plus عندنا الحكه ثاني تا فريمون تندخلوا فواحد لو سيركل فيسيو باش تكون عندنا دوك لي دمونجي سون اي سيشريس او ليو دو غراتي اون ابليك اون بون كوش دو كريم هيدراتونت باش بور ايفيتي ندخلوا في داك لو سيركل هذيك ديال القنحه كتبقى البشره ديالي تاكلني وانا نحك تاكلني وانا نحك دونك مهم جدا نذكروا الناس المتابعين هذه اللايف سوف سيغافي لا باش سيغافي ماروك اننا نتكلموا على الجفاف وايضا الجفاف البشره لان من العوامل اللي كتكون حاضره دابا في الفصول البارده مهم جدا يكون عندنا نظام غذائي سليم نكونوا تنظفوا باحترام المعايير اللي تكلمت عليها دكتوره ما يكونش الماء سخون ما نتجاوزوش حنا كنتسحلاو في هذا البرد نبقاو تحت لا دوش ولا في الماء سخون الماء يكون دافي ما يكون سخون بزاف ما يتجاوز مده الاستحمام ديالنا واحد 15 20 دقيقه الاطفال 10 حتى 15 دقيقه ماكسيموم اي بي نخليو فاش نخرجوا من الحمام ديالنا نشفوا البشره ما نخليوها شويه رطبه ونديروا لا كريم ديالنا من بين الحاجات اللي تنعكسوا عليهم خصوصا في هذا البرد هو اننا معروف ان خصنا نرطبوا البشره ديالنا يوميا كنعكسوا نوضعوا الكريمات واش بالضروري انني نوضع الكريم للجسم ديالي كامل يوميا او لا يكفي اليدين ديالي ورجلي والمناطق اللي ظاهره ومن الافضل يوميا ولكن لي كونديسيون دابا مع البرد تتخاف تعري ان انفون هذا نستقو ضربو البرد سي بوغ سا راه تنقول ديجا مول الحمام لابو الحمام سخون لابو أه. دونك نديرو ديجا حنا مورا لا دوش ولا مورا لو بان من دابا مع لي كونديسيون دو برد نديرو لو ماكسيموم بوسيبل شاك دو جور لي قدو عليه عاوتاني ما نفوتوش لو باسون شي حاجه ما يوقدش عليا واخا اون فا اكسونتيو سور لي زون كي سون اللي باينين يدينا هكا شويه رجلينا صافا نقنا نقدروا هذيك سهله في هذا البرد سهله دكتور في هذا البرد الوغ دكتور عندنا سؤال من عند اذا سمحتي من عند امينه تتقول بلي البشره ديالها مع البرد تتقشر داكوغ دونك من الاعراض ديال البشره جافه كما قلنا
هو الاحاسيس انه البشره تتجر تتجبد انه البشره تبدا تقشر تولي بحال لاسبي دو دو سيغ سورتو في الجسم بحال الجلد ديال الحبش دونك كل نظر دي زيكاي تيوليو عندنا دي روجور دي سونساسيون انه ديال الحكه دونك دون سو كا سي لي بونز ابيتود ام رطبو افيك اون بون كريم هيدراتانت سي اون كريم ني با سوفيزون ديك ساعه صارو ان بوم واخا داكا دونك غنمشي سؤال عند كريمه بالحد الا ممكن عندنا سيده تقول بلي الابن ديالها عنده بشره جافه وعنده حبوب صغيره على بشره الوجه مع احمرار ممكن تنصحوني اش مستعمل ليه العمر ديالو 5 سنين قبل كريمه الراي الوليد عنده 5 سنين اشنو اللي ممكن يخلي ما عاد جفاف البشره يظهروا له حبيبات حمرين في الوجه ديالو؟ اول سبب يمكن نفكروا فيه في هذه الحاله هو واحد المرض التهاب الجلد اللي هو لا ديرماتيتات هي الحساسيه ديال الجلد لانه فاش يكون في الاطفال الصغار تتقيس خصوصا الراس خصوصا لي زون دو بلي وحنا اللي تنقولوا لي زون باستيون البلاصه اللي تيكون عليهم الدرك بزاف الوجه عند الوليد ولا الطفل تيوليو حمرين يبان لك واحد المشوفيه ديال الجلد دون سو كا انا تنصح اول حاجه ما ديروش لوطو شي دواء من النار اليسرى من الافضل استشاره طبيب اختصاصي لانه هذا مرض التهاب الجلد مزمن يعني خصو بعد في بعض ديال الادويه لي برودوي كوزميتيك بوحديتهم ما تيكفيوش كان غيكون حنا نكونو مجبورين انو نزيدو دي ميديكامون ادويه ديك الساعه اون اسوسيي بيان سور افيك لي برودوي كوزميتيك لي تما سي ان ارسنال ثيرابيوتيك دو جور ديال الامراض. كريمه بن حدو بالنسبه لهذا الموضوع تقدري تنصحينا بشي برودوي ديال سيغافي وسي نتكلموا عليه؟ مرحبا. بالنسبة للجفاف وبالنسبة للأطفال اللي عندهم 5 سنين ملي كنقولوا مرض جلدي أو حزازة أو حكة تنقولوا أن مرض جلدي ما خصوش منتوج اللي فيه الريحة أول حاجة يعني لقينا منتوج فيه الريحة تزيد يجليه من هذاك المرض اللي عنده ولا من الحكة اللي عنده ولا من التهاب اللي عنده دونك أول حاجة نفكر فيها هي المنتوج باش نغسل ليه عندي هنايا الويل لافونت هاد الزيت الرغوي اللي كيرغوي كنديروه سورتو الرضع هذا برودوي لي سبيسيالمون لي نوريسون يعني الرضع الناس الكبار والاطفال والناس الكبار نغسل بيه باش ما يزيدش يهيج لان ما فيهش الريحه وفي نفس الوقت كيرطب وكيما قلت كاع لي برودوي ديال سيغافي كيحافظ على الحاجز الواقي ديال البشره يعني اول حاجه نفكروا فيها هذه اللي كنذكر بها ديما مرض جلدي اول حاجه حيت كاين مشكل باش تكون فيها الريحه كاين مشكل ديال الناس اللي كيمشيو عند الطبيب تيديروا لي كونسلطاسيون تياخذوا لي ميديكامون وكلشي مي تيبقى يعاود يرجع ليهم هذيك لاطوبي ولا المرض الجلدي علاش كيبقاو يستعملوا اي منتوج فيه ريحه لقاوه تيستعملوا وما تيبقى يقول لك هاد مثلا هاد الدواء ما دار لي والو لا دار لي والو انا الريحه الدواء خصو يكون اون اسوسياسيون مع لي برودوي كوزميتيك كما قال الدكتوره يعني خصني ويل لافونت اللي كما قلنا ما فيهاش الريحه تترطب وتتحمي الحاجز الواقي بالنسبه للرضع للاطفال والكبار ومن بعد خاصني ندير ام بوم كما قال الدكتوره سهام باش نحافظ على الماء اللي عندي في الجلده ديالي من ان الاسباسي هذوك لي كريز دو غراتاج يعني ما يخليش ليا نحس بالحكه فوالا وما كينشفش ليا حتى لابو ديالي بالعكس كيعاود لها الترطيب ديالو كيحافظ على لا باريير كوتاني ديالو. شكرا لك كريمه بن حد الدكتوره. عندنا سؤال من عند ام صفوان كتقول بلي عندها جفاف ديال اليدين ديالها ملي كتستعمل شي برودوي كيحرقوها. داكوغ دونك حتى في هذا الفصل الشتاء فاش نقولوا جفاف الجلد جفاف الجلد ما تيقيسش غير الوجه ما يمكن يقيس الجلد ديالنا كله سون زيكسيبسيون بارمي البلايص اللي معرضين بزاف للجفاف هما اليدين ديالنا اي دو ان باسكو ما بيانش لا جورني كامل معرضين البرد معرضين كاع البرودوي خصوصا دابا في كوفيد ولي لي برودوي انتيسيبتيك اون اكو تعقيم
تنعكمو بلا قياس سويتينا بلا الناس اللي عندهم البشره حساسه وتتشقى تنشف بزاف او نيفو ديال اليدين اول حاجه خاصها ميو هاد البشره فاش نقضيو الحوايج ديال المنزل في المعان فاش نستعملو لي برودوي ايريتون ديال بحال جافيل بحال لي برودوي ديال الغسيل اللي تنستعملو في حياتنا اليوميه نستعملو ليغو دونك ليغو فاش نديرو لي طاش ميناجي نتفادو دوك لي برودوي كيميك يقيسو لنا الجلد ديالنا ويأثرو عنا ونفضلو دوك لي كون لي تيكونو مغل تيكون الداخل ديالهم فيهم القطر هي اول حاجه ثاني حاجه هو الترطيب ما نعياوش من الترطيب شحال ما رطبنا في النهار ما كاينش مشكل وقت ما غسلنا يدينا مور لوطو نرطب في الليل كاينه واحد قبل ما نعسو نديرو اون بون